يا اهلا بيكم من جديد. للاسف موجه في زياده الاسعار بدات تضرب السوق خلال الايام اللي فاتت، ارتفاع اسعار البيض طبعا اللي مربوط ببدايه موسم المدارس، ارتفاع اسعار بعض الخضر والفواكه منها على سبيل المثال الطماطم والبطاطس. البطاطس دي بقى حدوته طويله عريضه، احنا بلدنا عندها اكتفاء ذاتي من البطاطس، بنزرع سنويا حوالي 500,000 فدان. تاجنا من البطاطس بيتجاوز 6.9 مليون طن او 6.9 مليون طن. بنصدر سنويا من البطاطس حوالي 1,000,000 طن، وبنعتبر المركز رقم واحد على مستوى الوطن العربي وافريقيا في انتاج البطاطس، والمركز رقم 14 على مستوى العالم ايضا في انتاج ذات المحصول. احنا الدوله رقم واحد في التصدير لبعض الدول ومنها روسيا. هذا الانتاج الضخم اللي حسب بيانات وزارة الزراعة والتموين بيغطي السوق المحلي، وعندنا فائض من الانتاج بيصل ل 12%. احنا دولة بنعتبر البطاطس محصول استراتيجي، وبيزرع البطاطس في بلدنا 3 مرات في السنة، مرة صيفي ومرة شتوي ومرة محيرة او نيلي ما بين الصيفي والشتوي اللي بيسموها ربيع. لكن ان يصل سعر البطاطس في البلد خلال الكام يوم اللي فاتوا ل 20 و25 جنيه، وتبقى البطاطس في متناول الاغنياء فقط، ده موضوع محتاج مبرر. ازاي انا عندي انتاج ضخم من البطاطس؟ ازاي عندي اكتفاء ذاتي من البطاطس؟ ازاي بصدر سنويا قرابه 1,000,000 طن من البطاطس، والمواطن في السوق في الارياف والنجوع والمحافظات مش لاقي كيلو بطاطس حتى يعملوا ارديح لاولاده ياكلوا بيه؟ التجار بتوع البطاطس خلال اليومين اللي فاتوا بيحذروا من استمرار ارتفاع أسعار البطاطس في السوق بسبب زيادة تكلفة الزراعة والتصدير وانخفاض الانتاج. أين يكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة زي ما بيقول حسين أبو صدام اللي هو نقيب الفلاحين في انخفاض انتاج البطاطس هذا العام، اللي هو بيعني انخفاض المساحة المزروعة من البطاطس هذا العام. ف 2019 كان إجمالي المساحة المزروعة بالبطاطس 569,000 فدان، 2021 وصلت مساحة البطاطس المزروعة 518,000 فدان. هذا العام نسبة الأراضي المزروعة بالبطاطس لا تتعدى 410,000 فدان من البطاطس، وده اللي أدى لارتفاع أسعار البطاطس بسبب قلة التقاوي، وارتفاع أسعار الطماطم بسبب قلة المساحة المزروعة. احنا في شهر يناير اللي فات، في شهر مارس اللي فات، فتحنا مع حضراتكم في هذا البرنامج ذات الملف، ملف ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس، وتوقعنا كما توقع الكثير حدوث أزمة في البطاطس هذه الأيام. سبحان الله زي ما توقعنا حصل، مش لأن احنا جامدين قوي ولا عندنا استشراف واستقراء للمستقبل، لا، لأن الموضوع مش محتاج فقه، 1+1=2. ارتفاع أسعار البطاطس أو تقاوي البطاطس بنسبة 500% في مطلع هذا العام أدى لنقص في المساحة المزروعة بنسبة 20%، أدى لزيادة أسعار البطاطس بنسبة 35%. دي معادلة مش محتاجة بقى لا لف ودوران ولا تحليل، ولا حد يطلع يبرر، ولا حد يطلع يقولك أصل في مشكلة في سلاسل التوريد، ولا حرب مش عارف روسيا، ولا أزمة غزة. لا أبدا سعادتك، دي المشكلة تكمن إنك بتزرع 500,000 فدان سنويا من البطاطس، ورغم كده بتستورد 100% أو 98% من التقاوي بتاعتك من الخارج. وده بقى تقدر تسميه خطأ استراتيجي، فشل استراتيجي، ان زرعة استراتيجية او محصول استراتيجي زي البطاطس بتصدر منه بمليارات سنويا، وبتصدر 1,000,000 طن، ولا تستطيع توفير التقاوي بتاعة 500,000 فدان، فتستورد بقى شوية من روسيا، شوية من أوكرانيا، شوية من فرنسا، شوية مش عارف من أسبانيا. احنا بنستورد تقريبا 98.5% من تقاوي محصول البطاطس من بره، ب1.3 مليار جنيه مصري، حوالي 111
1000 طن سنويا من البطاطس بنستوردهم عشان نزرع بيهم نص مليون فدان. لما يوصل سعر طن البطاطس في مطلع العام الجاري 128 ألف جنيه بعد ما كان ب 35 و 36 ألف جنيه، ده يقول لك إن الفلاح مش هيزرع بطاطس تاني. ليه؟ الفدان الواحد بياخد ما بين طن وربع واتنين طن إلا ربع بطاطس. كان الطن ب 36 ألف جنيه السنة اللي قبل اللي فاتت، مرة واحدة بسبب زيادة سعر الدولار وإنك مش قادر تعمل مراكز بحوث أو تعمل أماكن لإنتاج التقاوي، وصل بزيادة 500% فبقى 128 ألف جنيه. يوم كمان خلال شهر واحد من نهاية 2023 ليناير 2024 يزيد كمان 57 ألف جنيه، دي زيادة أسعار البطاطس خلال شهر واحد. بالورقة والقلم كده الفلاح اللي هيزرع فدان واحد بطاطس محتاج له على الأقل طن ونص من التقاوي أو 2 طن إلى ربع من التقاوي، يعني بنتكلم عن حسبة حوالي 200 ألف جنيه. ضيف عليهم 50 ألف جنيه إيجار الفدان، ضيف عليهم مخصبات وكماوي وعمالة وجاز للأرض ورش والكلام ده كله ونقل، يبقى الفلاح عشان يزرع فدان بطاطس احتاج على الأقل يبقى في جيبه حوالي 300 ألف جنيه. جيب لي فلاح مصري النهاردة معاه 300 ألف جنيه، الفلاح قال مش زارع بطاطس وبلاها بطاطس السنة دي، وبناء عليه نقصت مساحة البطاطس بنسبة 20%، نقص المحصول بنسبة 20%، نقص كمان أو زاد كمان السعر بنسبة 35% حسب ما بتشوفه. الغريب كمان إن في 2016 كان عندنا وعد من عبد الفتاح السيسي إنه بنفسه هيتدخل لحل أزمة التقاوي. الفيديو ده في 2016، سمعنا كده الفيديو كلام السيسي عن مشكلة تقاوي البطاطس في 2016، وبالمناسبة وقتها كان سعر كيلو طن البطاطس حوالي 26 ألف جنيه. بعد ما اتدخل الراجل واهتم بنفسه زي ما قال، ما شاء الله خلال حوالي 5 سنين أو 6 سنين وصل سعر طن البطاطس 126 ألف جنيه، 100 ألف جنيه بعد التدخل العاجل اللي عمله عبد الفتاح السيسي. نتابع. عشان اقفل الكلام بقى اكتر ما ناخدش وقت اكتر من كده، احنا تدخلنا في هذا الموضوع لما لقينا ان اسعار البطاطس خلال الموسمين اللي فاتوا زادت بشكل مبالغ فيه. كتير من المواطنين اللي بيسمعونا او المصريين اللي بيسمعونا يقول لك طب انتوا بتعملوا فين ضبط الاسواق؟ فين ما بتنزلوش تعملوا حملات ليه؟ لا لا، المواضيع في على مستوى الدول مش بس اللي انتوا بتقولوا عليه ده لازم يكون في مسارات اخرى تتعمل تحقق الكلام ده. انا كتاجر بجيب بذور او راجل اعمال بجيب بذور، لقيت السوق محتاج فهكسب يعني. الراجل بلسانه قال لك المواضيع على مستوى الدول ما بتتحلش بالشكل ده. سعر طن البطاطس وقتها كان 26 ألف جنيه، سعر طن البطاطس دلوقتي بعد ما اتدخل بقى بنظام الدول بتاعته وصل 128 ألف جنيه بزيادة 102 ألف. ده بعد الراجل مهتم بنفسه ومعاه الورقة الصغيرة وقال لك أنا بتابع بنفسي. شوف كمان حتى الصحافة المصرية اللي بتكذب عيني عينك، اللي هو يعني عارف انت ايه، يبقى عارف ان الخبر كذب وطالع بيعلي. بعد ما قال السيسي هذا الكلام طلعت جريدة الأهرام العريقة قال لك مصر تنتج تقاوي للبطاطس للمرة الأولى وتوفير 1.3 مليار جنيه استيراد وانتهاء عصر ارتفاع الأسعار. احنا لو عندنا ميثاق شرف إعلامي الجريدة دي تتقفل، واللي عمل هذا الخبر يقعد في بيتهم، لأن بلدنا لا أنتج التقاوي ولا السيسي اهتم بنفسه ووفر التقاوي، ولا وفرنا 1.3 مليون جنيه زي ما السادة بتوع جريدة مليار جنيه آسف زي السادة بتوع الأهرام ما بيقولوا. لا ده احنا زي ما احنا، والخيبة تقيلة والفشل ضخم ومتوغل
في كل مؤسسات الدولة، وبعد ما كنا السنة اللي فاتت مصدرين 1,000,000 طن من البطاطس، يتوقع هذا العام ألا يزيد نسب تصدير البطاطس عن 650,000 طن. وبعد المواطن ما كان بيشتري بطاطس السنة اللي فاتت ب2 جنيه، السنة دي بيشتريها ب22 جنيه. وبعد الفلاح ما كان بيستنى زرعة البطاطس يسد منها ديونه، لا الفلاح ما زرعش بطاطس أصلا، لأن حتى المحصول أو الزراعة بقت للأغنياء فقط من الفلاحين. تطلع جريدة الأهرام عشان تغطي يعني على كلام السيسي، أنا آسف كلام السيسي كان في 2018 وليس 2016، عشان تغطي على الحدوتة قال لك إحنا الحمد لله لأول مرة بنزرع البطاطس. يوم كمان اللي هو بقى عارف انت لما تعمل حلول في الشكل الخاطئ، يوم الجيش يتدخل على الخط ويروح يزرع كام بقى 1,000 فدان، يروح يزرع مساحة ضخمة جدا من البطاطس على الظهير الصحراوي، رغم ان احنا مشكلتنا مش في المساحة المزروعة بقدر ما هي في التقاوي لهذه المساحة. نتابع هذا الفيديو. الجيش طبعا عند حضرتك المنطقه اللي هي طريق الضبعة 6 اكتوبر ايوه جاهز فيها بيفوتات كتيره جدا لانتاج البطاطس. صح. عندك طريق حضرتك وادي النطرون. الجيش برضو جاهز في اراضي كتيره جدا لزراعه البطاطس. المنتجين بقى برضو كل واحد على قد قدرته في الانتاج، في واحد يقدر ياخد بيفوت يزرع 100 فدان، البيفوت ده 100 فدان ممكن واحد، وده فاتحينها للجميع. في منتج واحد بيخش ياجر بيفوت من الجيش والجيش بيدي لك السمات وموصل لك الكهرباء. في واحد بيخش ياخد 2، واحد بيخش ياخد 3، واحد بيخش شركات كبيره بتخش تاخد 10. تمام. هاي. وبدا هذا الانتاج السنه دي برضو في الاراضي بتاع الجيش دي، وطبعا هو برضو الجيش للامانه مجهز اراضي ذات كفاءه عاليه. يعني هم مش واخدين اي اراضي للبطاطس برضو، يقول لك دي ارض للبطاطس. وده السيد احمد الشربيني رئيس جمعيه منتجي، أمين عام جمعية منتجي البطاطس، واللي لما الجيش اتدخل في الموضوع ما وفرش التقاوي اللي احنا بنستوردها كليا من بره، ده الجيش كمان حاول ياخد من السبوبة ووفر 1,000,000 فدان لزراعة البطاطس في بعض الأماكن الصحراوية اللي محطوط أو اللي حاطط إيده عليها، عشان تزيد الأزمة وترتفع أسعار التقاوي، الفلاح ما زرعش. وبالمناسبة عندي مشكلة تانية، اللي زرع بطاطس السنة دي 30% من اللي زرعوا زرعوا بالتقاوي المحليه. ايه بقى الفرق ما بين التقاوي المستورده والتقاوي المحليه؟ عندنا نوعين من التقاوي، التقاوي المستورده من بره دي اللي هي بقى مجموعه من التقاوي ذات الانتاجيه العاليه المقاومه للامراض والاوبئه والمقاومه لبعض المشاكل اللي بتحصل في بسبب تغير الجو، منها بقى الكاره والسبونتا والدايمونت والروزيتا والهيرمس، دي انواع البطاطس تقريبا اللي بتستوردها بلدنا. اللي ما معهوش 128,000 8 طن البطاطس راح جاب بطاطس من اللي موجودة في التلاجة اللي حضرتك بتاكلها دي، وبيقطعوها 4 أو 2 وبيعيدوا زراعتها تاني، بتطلع محصول لكن نص المحصول الاعتيادي اللي بيطلعوا البطاطس المستوردة. حتى البطاطس اللي انزرعت هترمي محصول أقل من المحصول الطبيعي بنسبة 50%. ليه؟ لسببين. سيسي وعد بتوفير تقاوي البطاطس وللأسف لم يفي بهذا الوعد. السبب الثاني زيادة سعر الدولار، وإحنا بنستورد 98% من تقاوي البطاطس، فبقى عندنا زراعة البطاطس لأغنياء فقط، فقلت المساحة المزروعة، قل المعروض في السوق، زادت السعر بالشكل ده. أزيدك من الشعر بيت، للأسف إحنا في بداية الأزمة، داخلين على شهر رمضان اللي هو ذروة الأزمة كما يتوقع الخبراء، وهذه الأزمة بقى مش هتقعد بشوية تصريحات ولا شوية فرقعة كدابة، لا ده أنت عندك عجز في الإنتاج، عندك عجز في المعروض، طبيعي يزيد سعر كيلو البطاطس في السوق.